تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. أرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، واليوم معانا في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، وفي الإخراج معانا الأستاذ سعيد المر، وفي التقديم معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا من خلال البرنامج على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. اليوم حلقتنا متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة، راح نكمل حديثنا عن معرض الصحة العربي، وأيضا سوف نتحدث عن التغذية السليمة وهشاشة العظام. لكن قبل كل هذا كله، معانا بتكون الأستاذة أسم الجناح بتعطينا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمة. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ نحن هذا الأسبوع من يوم 2/21 لين 24 من هذا الشهر موجودين في معرض الصحة العربي. هذا العام نحن مو بس حاطين الخدمات التابعة لهيئة الصحة، أيضا هناك مجموعة من الشركاء الموجودين معنا، وهم شركائنا أيضا في مكافحة كوفيد 19، من مثل جامعة محمد بن راشد، مركز تحكم ومسيطرة، طيران الإمارات، وأيضا مثل الجليلة، وأيضا عندنا مؤسسة نور دبي اللي هي لعلاج العمى في العالم. من ضمن الأشياء المميزة أيضا إنه راح يكون في مجموعة من الافتتاحات والخدمات الجديدة اللي أيضا تطلع من هذا المعرض. أيضا نحن مو بس مشاركين في معرض الصحة العربية، نحن مشاركين أيضا في متلاب مع إدارة المختبرات في مجموعة من الخدمات الذكية والجديدة اللي راح تشبط مو بس يعني مختبرات، إلا هي أيضا مختبرات على مستوى إمارة دبي. فالكثير من الأشياء راح نغطيها خلال هذا الأسبوع في قنوات التواصل الاجتماعي. نتمنى من الجميع أنهم يتابعون حسابات هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن مستمرين في التأكيد عليها، وهي حملة التطعيم في إمارة دبي. وايد مهم ان الاشخاص قبل ما يجون ياخذون موعد، مجموعه من الاشخاص يسالوننا هل ممكن لي حاملي فيزا زياره الحصول على اللقاح؟ لازم يعني لا، الخدمات مش متوفره للسائحين او اللي عندهم فيزا زياره، الخدمه متوفره لحاملي اقامه دبي، ايضا ل 60 سنة فما فوق مقيمين في دبي وحاملين إقامة إمارة أخرى، وأيضا جميع المواطنين في دولة الإمارات. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا أسماء الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت لنا أن معرض الصحة العربي هاي السنة مش فقط يتحدث عن الخدمات اللي تقدمها الهيئة، ولكن أيضا الخدمات اللي تقدمها شركائنا الذين ساهموا في مكافحة جائحة كوفيد 19. ومن وسائل التواصل الاجتماعي ننتقل إلى هشاشة العظام. مستمعين الأعزاء، هشاشة العظام يمكن أن يتم علاجها باستخدام الأدوية، لكن هل يمكن أن إحنا نعالجها بالغذاء؟ وما هي التغذية العلاجية لمرضى هشاشة العظام؟ عشان نتحدث أكثر في هذا الموضوع، يسرنا اليوم أن نستضيف معنا عبر الهاتف
الأستاذة عبير عبد الله، لكن قبل ما نستضيفها بنطلع فاصل قصير مستمعينا وراجع لكم. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل مستمعين تحدثنا عن هشاشة العظام وكيف أنه ممكن إحنا نقوم بعلاجها باستخدام الأدوية، ولكن السؤال هو هل يمكن أن إحنا نعالجها بالغذاء؟ هذا الشيء بنتناقشه الحين مع الأستاذة عبير عبد الله، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة عبير. صباح الخير، يعطيك العافية. أستاذة عبير، بداية تحدثينا عن التغذية السليمة لمرضى هشاشة العظام وما هي أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية عشان نقوي عظامهم. صحيح، هو مبدئيا هشاشة العظام شيء ما بيصير فجأة، هو بيتكون على مدى سنين، هو إجمالا يعني مثل ما نقول نقص بكثافة العظام. فالنظام الغذائي السليم بشكل يعني بيأثر بشكل كبير على مرضى هشاشة العظام وعلى أنه تتكون من الأساس. يعني ممكن نحن بالغذاء السليم واتباع حمية سليمة من الصغر نمنع حدوث هشاشة العظام، أهم أنه نعالجها وبس. إجمالا يعني هي الحمية الغذائية الصحية المتوازنة بتأثر على كل أجهزة الجسم ومنها العظام. فإحنا إذا بناخد يعني وجبة صحية دائما بنداوم عليها، يعني غذاء متوازن فيه كل العناصر الغذائية، أسماك، مشتقات حليب، خضار. إذا الإنسان بيكون متعود يوميا يتبع هالنظام مع أسلوب حياة صحي مع ممارسة الرياضة، ممكن كتير إنه يخفف احتمالات الإصابة فيها. مثل ما أكثر الناس بيعرفوا هو الكالسيوم العنصر الأساسي بصحة العظام. تمام. الكالسيوم معروف عند أكثر الناس، موجود بمشتقات الحليب، موجود كمان بالأسماك المعلبة يكون فيها عالي عادة مستوى الكالسيوم. والأهم من كل هذول مشتقات الحليب، في بعض الناس كمان بياخدوا خضار معينة فيها عالي الكالسيوم بس مثل السبانخ أو خضار تانية، بس هاي ما بدنا نعتبرها مصدر أساسي للكالسيوم. يعني في بعضهم أستاذة ما يقدرون يأخذون منتجات الألبان بسبب الحساسية أو أنهم ما يتحملون. صحيح صحيح، كنت بدي أجل أنه فينا نأخذ ساعتها البدائل، لأنه الخضار مثلا مثل السبانخ أعطيكي مثال، فيه شيء اسمه الأوكزاليت، فيه كالسيوم كتير، بس هذا الأوكزاليت بيمنع امتصاص الكالسيوم. بالنهاية هو صحي خضار وفيه ألياف وفيتامينات، بس كمصدر للكالسيوم مش بديل عن مصادر الكالسيوم. هلأ فينا مثلا إذا حدا عنده حساسية، بدائل الحليب النباتية، الصويا، هاي بتكون مدعمة دايما بالكالسيوم. حليب اللوز، حليب الصويا، يعني دايما بدنا نلاقي بدائل غنية بالكالسيوم، لأنه هو الأساسي، المصادر الأساسية هي مشتقات الحليب. فإذا ما بنقدر ناخدها بدنا نلاقي بدائل اللي فعلا فيها كالسيوم. وطبعا يعني في نقدر ناخذ المكملات الغذائيه اذا احنا عندنا مكملات غذائيه، طبعا مش لحالنا، بنروح نستشير الطبيب المعالج. لانه لازم يكون في كميات، ممكن ما قلت لك انه اذا من صغر الانسان بياخذ كفايته من الكالسيوم فينا نتجنب حتى نوصل لمرحله الهشاشه، مش نبلش بعد ما بنصير فيها بالهشاشه نتعالج. طيب استاذه، شو الاغذيه اللي يجب على مرضى هشاشه العظام انهم يتجنبونها؟ الأكل اللي فيه ملح زيادة، لأنه الملح بيساعد على خروج الكالسيوم من العظم. فكل ما كان فيه بالحمية ملح كتير بيطلع الكالسيوم، بيصير بيسحب الكالسيوم معه، فبيصير بتنقص الكالسيوم. إحنا أصلا مرضى الهشاشة كثافة العظام عندهم ضعيفة. كمان الأغذية فيها كافيين مثل القهوة والشاي، هاي بتحاول إنه يتجنبوها بكثرة. نفس الشيء بتنقص كميات الكالسيوم بالجسم، والصودا أو الغازية، المشروبات الغازية فيها مواد
تخلي الكالسيوم يطلع من الجسم. أيوة بتنقص الكالسيوم فبصير الكالسيوم يطلع من الجسم. مثل ما قلنا هن بمرحلة اللي عنده هشاشة أصلا موجود عنده ضعف بالكثافة فمش ما بينقصهم إنه يجي كمان عنصر يسحب من الكالسيوم الموجود. طبعا مع المواظبة على أدويتهم والأشياء الواصفة لهم إياها الطبيب. طبعا مثل ما قلتي هذا الشيء الهشاشة تتكون على مدى فترات, فيعني المشروبات أيوة. الغازية ما ننصح إن الشخص يأخذها طبعا هي يعني من الطفولة أي فوائد فهي تجنبها لأي حد بكل الحالات مستحسن يعني. والله هي مسألة تعود أيضا أستاذة, في الكثير يقول ما أقدر أنا أستغنى عنها لكن لا يعني أنا أقول أسبوع تكون أيه. هي الإرادة أهم شيء وتستبدلها بماي بماي فيها نكهة طبيعية تقدر بس يكون في واحد عنده إرادة وناوي أنه هو يغير. والله أنا شخصيا كنت ما أقدر أستغنى لكن الحين صار لي فترة موقفة وأحين لما أجربها صراحة ما يعجبني طعمها أستاذة, هي ما أستعود حتى مثلا الملح الزايد بالأكل. في ناس يجونا بيقول أنا ما بقدر بدون ملح زايد بس إذا مثلا على تدريج خففنا كمية الملح بتتعود. نحن معودين حالنا على هالطعم إذا خففنا بنتعود. هي مش من أول يوم بس بيكون في إرادة الواحد أنه يستمر وبعدين أكيد بيتعود. تمام. طيب أستاذة يعني إحنا ما نقدر ما نتكلم عن هشاشة العظام وما نذكر فيتامين دال, فلو تحدثينا شوي عن أهمية فيتامين دال بشكل عام وأيضا لمرضى هشاشة العظام وكيف إحنا ممكن نحصل على هذا الفيتامين القيم. لأنه نحن قلنا أهم عنصر هو الكالسيوم بس الكالسيوم ما بيمتص الجسم بشكل سليم إذا في ما في فيتامين دال. وكمان في بعض الفيتامين دال بيجي المغنيسيوم بس الفيتامين دال أهم. هلأ الفيتامين دال هو مشكلة كبيرة لأنه أكثر الناس صراحة عندها نقص فيتامين دال لأنه هو مصادره الغذائية كتير محدودة. المصدر الأساسي لفيتامين دال هو الشمس. ومثل ما نعرف خاصة هم بالحر الناس ما بتطلع بتقعد فترة كافية بالشمس. يعني لأصحاب البشرة البيضة بدهم تقريبا ربع ساعة باليوم, كل ما غمقت البشرة أو زاد سمارها بدنا وقت أطول بالشمس عشان ناخد كفايتنا من فيتامين دال. فبتلاقي أنه أكثر الناس عندها نقص بسبب أنه هون حر فما بنقدر نقعد وقت طويل بالشمس. صحيح. موجود مثلا بالسمك القد أو كبد سمك القد بصفار البيض بس مع هيك مش بكميات كبيرة اللي أنه تخلينا نوصل لإحتياجاتنا. موجود أكثر بالأغذية المدعمة. بالمدعمة في كثير مرات مثلا حليب بنلاقيه مدعم بفيتامين دال, الحبوب الإفطار بتلاقيها مدعمة بفيتامين دال, في أحيانا عصائر مدعمة بفيتامين دال. وطبعا الواحد يعني دائما ينصح أنه يشيكوا مع الطبيب يعمل فحوصات بشكل دوري وإذا في نقص ساعتها لازم لأنه إذا وصلنا لمرحلة النقص الغذاء ما بيقدر يوصلنا للمستوى الطبيعي بعد ما صار النقص. الغذاء بيحافظ على المستوى الطبيعي. صحيح. بس إذا في نقص لازم المكملات. طيب إذا عندك أي نصائح أخيرة عامة توجهينها لمرضى هشاشة العظام؟ بس كان بدي أضيف إنه كمان لازم نهتم بكميات المغنيسيوم عشان امتصاص الكالسيوم. هو موجود بالخضار الخضراء البطاطا الطماطم كمان هذا مهم للكالسيوم. وبالأخير هو مثل ما قلنا النظام المتوازن الصحي, يعني دائما يكون الطبق الصحي في بالطبق خضار في بالطبق مشتقات حليب للي بيقدر اللي ما بيقدر بدائلها أسماك أجبان ألبان إذا يعني بيكون يوميا هذا موجود بطبقنا إن شاء الله الواحد بيقدر يحصل على الكميات اللازمة. وما ننسى ممارسة الرياضة. الرياضة لأن الكثير أستاذة يقول أنا والله فيني هشاشة عظام ما أقدر أمارس الرياضة. لا في تمارين معينة لمرضى الهشاشة مثلا بنقولهم اللي فيها قفز وركض سريع لأنه بيصير عرضة للوقعة أو الكسور. بس في مثلا رياضات بتكون مثل السباحة مثل ركوب الدراجة تمارين التوازن كثير هاي بتساعدهم وهي ما فيها ريسك أو خطورة أنه يصير في كسور. تمام. دائما هنا بيقدروا يستشيروا مثلا ناس أخصائيين بهاي الشغلات طبعا. أيوة ينصح فيها الرياضات المناسبة لهم لأنها بتبطئ معدل نقص الكالسيوم بالعظام. صحيح. فمعناته أستاذة أنت تنصحين اللي يعانون من هشاشة العظام أنهم يتناولون طبعاً. العناصر الغذائية بالكالسيوم المغنيسيوم وما ننسى فيتامين دال أيضا. أيوة وممارسة الرياضة بعد استشارة المختصين شو نوع الرياضة اللي بتناسبهم زائد ممارسة الرياضة مستمعين الأعزاء وأيضا نتجنب الأغذية اللي ذكرتها الأستاذة من المشروبات الغازية من الملح الزايد عن اللزوم أستاذة. فأستاذة عبير عبد الله
الحديث معك جدا شيق وجدا ممتع. شكراً على إليك. وقتك شكراً الثمين إليك. ومعلوماتك القيمة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. كانت معانا الأستاذة عبير وحدثتنا عن شيء جدا مهم اللي هي هشاشة العظام، فعطتنا بعض النصايح اللي احنا نحط في بالنا. لكن دايما مستمعين الأعزاء احنا نقول يا لازم انكم انتم تقومون باستشارة طبيبكم المعالج او اخصائي التغذية المختص بهذه الحالات عشان يعطيكم ايضا النصايح الدقيقة والمناسبة لحالتكم. هاي كانت فقرة عن هشاشة العظام. بنطلع فاصل قصير مستمعينا، وبعد الفاصل بنتحدث عن معرض الصحة العربي. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. تستعرض هيئة الصحة في دبي ضمن مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي 2021 حزمة من مشاريعها ومبادراتها وحلولها الذكية التي تستقطب زوار المعرض من مختلف الجنسيات. ومن ضمن ما تستعرضه الهيئة خلال منصتها في المعرض نظام راصد، الذي يعد أحد الحلول التي تتبناها هيئة الصحة في دبي للتفتيش على الأفراد والمنشآت الصحية من خلال الاتصال المرئي عن بعد ودون الحاجة للزيارات المنزلية. وعشان نتحدث أكثر عن هذا النظام، يسعدنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذ فارس المازمي، مدير إدارة التفتيش والرقابة الصحية في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذ فارس. صباح النور. أهلا وسهلا أستاذ فارس. لو تحدثنا وتعطينا فكرة عامة عن النظام وشو هو دوره في توفير الوقت والجهد. نعم، نظام راصد هو عبارة عن جيل جديد للتفتيش، اللي هو نحن نقدر نسميه الجيل الثاني للتفتيش. هو يخلي المفتش يوصل للمنشأة بدون ما يروح لها، يكون التعامل مع المنشآت عن طريق الأجهزة الذكية. نحن عندنا حاليا خلينا نقول الآيباد أو السيستم الخاص لنا، نتواصل فيه مع الشركة هذه، أو عفوا مع المنشأة هذه الصحية، ونروح نفتش عليها نحن من المكتب. فهذا عبارة عن جيل جديد. الجيل هذا يوفر الوقت مثل ما تقلتي، يوفر الجهد. أنا حاليا عندنا COVID-19، فحتى موضوع التباعد الاجتماعي، موضوع صحة الموظفين وصحة الناس حتى يكون موجود. والأهم من هذا كله المعاملات أو التعامل يكون بشكل سريع وبشكل احترافي أكثر عن قبل، لأن قبل كان عشان المفتش يروح المنطقة هذه، يروح المكان هذا، يأخذ الدرب على الزحمة تقريبا ساعة أو ساعة ونص. الحين هو في مكان يقدر يخلص المعاملة هذه، وما كانت المعاملة في 11 12 15 دقيقة حسب كبر المنشأة الصحية هذه. فمعناته هذا مش فقط يحمينا من الاختلاط مع الآخرين، أيضا هذا بيوفر الكثير من الوقت، لأن الشخص يخلص موضوعه وهو قاعد في المكتب أستاذ. صحيح؟ صحيح. طيب، هل سيتم تطبيق هذا النظام على كافة المنشآت الصحية مرة واحدة، أو أن التطبيق بيكون على مراحل؟ هو بكل تأكيد بيكون على مراحل. احنا حاليا بادين بالخدمات الأصغر شوية، اللي هي ممكن تكون تخلص بشكل أسرع، عشان احنا نقدر نشوف المشروع هذا كيف بيمشي، نقدر نتأكد احنا من إيجابيات وسلبيات. على سبيل المثال احنا جربناه من قبل، الحمد لله كان ماشي، ولكن وقت التطبيق احيانا تطلع بعض الامور احنا نشوفها، حتى نقدر نشوف فيدباك او التغذيه الراجعه من المنشآت نفسها، اذا كان التفتيش هذا شو نطور فيه اكثر عشان يكون افضل. في النهايه احنا هدفنا حتى ان الكاستمر اللي يكون معنا او المنشأة تكون راضيه عن الخدمه هذه. احنا بادين بالمنشآت الصغيره، نتكلم على العيادات، نتكلم على المستشفيات الصغيره، مراكز اليوم الواحد، وحاطين في بالنا ان شاء الله في شهر ابريل او حتى في شهر اكتوبر نبدا نكبر او نوسع النطاق هذه للمنشآت الاكبر ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله أستاذ. شوي لو تحدثنا عن آلية الرقابة على المنشآت الصحية في ظل هذا النظام.
الآلية جدا سهلة. هو يبدأ الموضوع أن المنشأة نفسها تحدد موعد التفتيش. خلاص مثلا نحن جاهزين نبغيكم تفتشون علينا، تتأكدون أن نحن جاهزين للخدمة الجديدة هذه. على سبيل المثال عيادة تبغي تفتح تخصص جديد، المفتش هنا يحدد معه موعد التفتيش. خلينا نقول مثلا باكر، خلاص باليوم الثاني تبدأ عملية التفتيش، يروح الشخص المعني أو خلينا نقول المفتش يتكلم مع المنشأة هذه، يشوف المكان عن طريق الفيديو، يقول له روح الجهة اليمنى الجهة اليسرى، يتأكد أن هذا مستوفي لكافة الشروط اللي إحنا عدنا، كافة الأمور الصحية خلينا نقول أمور الأمن والسلامة، الاشتراطات اللازمة لوجودها في العيادة الجديدة خلينا نقول مثلا، ويتأكدون منها بالطريقة هذه. الموضوع هذا سريع، لأن المفتش يقدر يتأكد من كل شيء عن طريق الكاميرا. هو يتحكم بسير الكاميرا، تروح الجهة اليمنى تروح الجهة اليسرى، تدخل الغرفة الجديدة، حتى يقدر يشوف الأدوية في حال انتهى الصلاحية عن طريق الكاميرا وحتى من البيانات. طبعا هذا كله يبدأ بعد ما يتعرف على الشخص اللي يفتش معه، المدير الصحي هذا نقول للعيادة أو مدير العيادة أو أي ممثل يكون موجود، بعد ما يعطيه إثبات الهوية أو بطاقة الخاصة بالمنشأة قبل لا يبدون عملية التفتيش. أستاذ فارس، إحنا نستغل وجودك عشان بعد نقول لمستمعين الأعزاء عن آلية التفتيش والرقابة الصحية بشكل عام في السابق أيضا، لأن الكثير يتوقع أن إحنا الهيئة ما نقوم برقابة العيادات والمنشآت الصحية هذه، فلو تعطيهم مختصر شوي عن هل إحنا بالفعل نقوم بهاي العمليات التفتيشية؟ إذا واحد يبي يفتح مثلا عيادة جديدة، هل خلاص على طول يفتح العيادة أم هناك معايير يجب أن يتبعها؟ هي طبيعي تكون معايير موجودة في النهاية، هاي منشأة صحية، هذه عيادة، طبيعي كلها معايير صحية واشتراطات تكون موجودة، مثل العاملين فيها يكونوا مرخصين على سبيل المثال، يكون لهم ترخيص ساري، يكونوا الناس ما عليهم مخالفات أو عليهم مشاكل سابقة. خلينا نقول العيادة نفسها يوم تفتح لها اشتراطات، مثل ما تعرفين غرف الأشعة تكون لها يعني عوازل خاصة فيها، الأدوية تنحفظ في ثلاجات خاصة، كل دواء اشتراطات معينة، طريقة استقبال المرضى، آلية جلوس المرضى وين يروحون، الغرف يكون لها في المرضى حتى تكون لها مساحات معينة، مو بأي مساحة تناسب أن يكون فيها مرضى موجودين، أدوية الطوارئ خلينا نقول، فهذه كلها تكون اشتراطات موجودة. وعلى على على, على موضوع التفتيش، نعم يكون تفتيش شغال، احنا المفتشين عندنا بشكل يومي ينزلون المنشآت الصحية يفتشونها، احنا عندنا فوق 3600 منشأة صحية يفتشون عليها المفتشين بشكل سنوي. بعض المنشآت يمرون عليها يمكن مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة، بعض المنشآت يمر عليها يمكن أكثر عن جديد في حال كان احنا عندنا معاملات أكثر معاهم، في حال عندهم مثل ما قلت لك خدمات جديدة، أو إذا كان عندنا حاليا احنا عندنا كوفيد-19 فالمفتشين يروحون بشكل يومي يتأكدون أن جميع المنشآت مستوفية الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي لسلامة المرضى. هذا من اللي عندنا من الأمور المهمة. عندنا حاليا مراكز فحص موجودة شغالة، لازم بعد نتأكد أن مراكز الفحص هذه بعد ما شضم الاشتراطات، عشان احنا نتأكد أن سلامة المرضى احنا في النهاية عندنا أولوية، وحتى رضا العميل عندنا خير الصحة أولوية. يعني مستمعين الأعزاء، هيئة الصحة تقوم بتشديد الرقابة على جميع المنشآت الصحية، ما في منشأة صحية تفتح بدون ما يتبعون كافة القوانين والإجراءات اللي ينطلب من عندها، مش بس تفتح وخلاص، لكن هناك آلية للتفتيش مرتين لثلاث مرات في السنة أو أكثر، حتى إذا احتاج الوضع أن يكون التفتيش أكثر من هذا العدد المسموح. فأنت ذكرت لنا أستاذ أن هناك 3600 منشأة صحية، وشو عن العدد المهنيين الصحيين العاملين؟ المهنيين الصحيين العاملين فوق 40,500 مهني أو عامل مهني، سواء دكتور سواء ممرض سواء فني في القطاع الطبي، فهذه تقريبا عددهم بهالعدد، يعني فوق 40,500 موظف موجود. طبعا هذول كلهم يجب أن يستوفون جميع الشروط والمعايير من التراخيص. الموضوع مستمعين الأعزاء جدا دقيق، وهيئة الصحة دائما يعني تكون حريصة أن اللي المنشأة تكون يعني تتبع كل الإجراءات والبروتوكولات، وأيضا المهنيين أيضا يستوفون جميع الشروط والمعايير. أستاذ فارس المازمي، هل هناك من كلمة أخيرة حابة توجهها للمستمعين؟ نحن نحب نوجه للمستمعين نحن موجودين لسلامتهم، وبالعكس كنا صدر رحب ناخذ منهم الملاحظات، يعني نشكر احنا بشكل يومي توصلنا عن طريق
الكول سنتر او عندنا مركز رد اتصال شكاوى بعض المتعاملين على بعض العيادات اللي مش مستوى فيها شروط مثلا او عندها ملاحظات عليهم، احنا نروح نشوف ونتاكد من هذا الشيء ونتاكد من صحه الشكوى، والعياده المخالفه نطبق عليها الاجراءات، والغير مخالفه نتاكد ان احنا يعني رضينا العميل احنا نشوف المكان. فاحنا بالعكس موجودين طوال الوقت 24 ساعه لرضا الناس وحتى لسلامتهم. طيب سؤال أخير أستاذ فارس، إذا شخص بغى يشتكي على منشأة معينة شو هي الآلية؟ هل في طريقة معينة عدة طرق؟ لو احنا عندنا طريقة اللي هي الرسمية، عندنا اللي هو جهات التواصل مع هيئة الصحة في دبي، منها موقع الهيئة، منها مركز الاتصال عندنا موجود هناك. من توصل الشكوى عندهم ما يوجهون الشاكي حسب نوع الشكوى أو طريقة الشكوى ويأخذونها ويسجلونها وبعدين يعملون لحلها سواء من عندهم أو حتى يوصفونها لنا في حال كانت الشكوى لازم توصل عندنا سواء شكوى كانت طبية أو إدارية على المنشأة. أستاذ فارس المازمي مدير إدارة التفتيش والرقابة الصحية في هيئة الصحة في دبي، الحديث معك كان جدا شيق وجدا ممتع، وشكرا على المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لك. كان معنا الأستاذ فارس وحدثنا عن نظام راصد، هو نظام جديد يقوم بالتفتيش على الأفراد والمنشآت الصحية من خلال الاتصال المرئي. طبعا هذه تقنية جدا جديدة وهذا الشيء راح يسوي يعني طفرة في آلية الرصد، وأيضا بيوفر الوقت والجهد على الطرفين. مستمعين الأعزاء، مثل ما عودتكم أنا بستغل الدقائق الأخيرة وبحدثكم عن موضوع جدا مهم، إحدى المواضيع المهمة التي يجب أن نتحدث عنها في فصل الصيف اللي هو الإنهاك الحراري وضربات الشمس. إحنا نعرف أن صيفنا جدا حار وجدا مشمس، فنشوف العديد من الحالات اللي يصابون بإنهاك حراري أو ضربات الشمس. فشو نقصد بهذا الشيء؟ الإنهاك الحراري أنه يعتبر حالة ترتبط بالحرارة، جزء حرارة جسمك ترتفع لطريقة أنه ما يقدر هو ينزلها بطريقة طبيعية، وطبعا هذا الشيء يحصل أثناء تعرض الشخص لفترات طويلة للجو الحار وأشعة الشمس المباشرة. والفئات اللي أكثر عرضة أنها تصاب بالإنهاك الحراري أو ضربات الشمس هم الأطفال، كبار السن، وبالأخص إذا كانوا يعانون من أمراض القلب، أمراض الرئة، أمراض الكلى، أو يتناولون أدوية تسبب لهم أصلا جفاف. الرياضيين، لأن احنا نعرف أنهم يمارسون الرياضة في الجو الحار لفترات طويلة وينهكون جسدهم، فهم أيضا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري. أيضا العمال، ما ننسى العمال اللي يشتغلون في الخارج لساعات طويلة تحت أشعة الشمس يكونون جدا معرضين لضربات الشمس والإنهاك الحراري. وبعد ما ننسى شيء جدا مهم، أطفالنا الرضع، حتى حيواناتنا الأليفة اللي احنا نتركهم في السيارة ونقول خمس دقائق وبنرجع، هذول يكونون أكثر عرضة للإصابة بإنهاك حراري أو ضربات شمس، لأن احنا نعرف أن السيارة بيئة مغلقة، وخصوصا إذا احنا مسكرين الدرايش وما في أي تهوية فيها، فالحرارة اللي تكون في السيارة تكون أكثر بكثير من الحرارة الموجودة في الخارج. فلكم أن تتصوروا درجة الحرارة اللي تكون موجودة في السيارة، فإحنا حتى لو تركنا الأطفال لدقائق معينة ممكن أن يؤدي هذا الشيء إلى عواقب جدا وخيمة. فشو هي الأعراض عشان الواحد يكون على علم؟ سبحان الله، يمكن حد معاك وفجأة لاحظت عليه هاي الأعراض. بالعادة يقول أنا أعاني من صداع، أنا أحس راسي يدور، عندي دوخة، بشرته تكون جدا جافة وأيضا محمرة، يحس بالغثيان ويحس أنه يبي يتقيأ، نبضات قلبه تتسارع، يكون عنده صعوبة في البلع والتنفس، يكون عنده ضعف في العضلات، وآخر شيء في احتمالية أنه يفقد وعيه.
طبعا الشيء هذا يؤدي إلى مضاعفات جدا يعني كبيرة، ممكن يؤدي إلى تلف في أعضاء الحيوية، وفي حالات إذا ما أسعف في الوقت المناسب ممكن أن تؤدي أيضا إلى الوفاة. فأنا حين خوفتكم، لكن حين أعطيكم بعض النصائح عشان تقون نفسكم من التعرض لها، وأيضا بعلمكم كيف تقدرون تسعفون المصاب. أولا يجب أنك أنت تتجنب التعرض المباشر لضوء الشمس، يعني يا أنك أنت ترتدي قبعة أو أنك أنت تستعمل مظلة. ثاني شيء، إذا أنت مضطر أنك أنت تطلع في وقت الظهيرة اللي هو ما بين الساعة 12 للساعة 3، إحنا نقول اتخذ احتياطات إضافية في هذا الوقت. تزيد من كمية شربك للسوائل، لأنك أنت راح تفقد الكثير، فزيد الكمية. وطبعا ارتدائك لملابس فاتحة وفضفاضة أيضا من الممكن أنها تساعدك في الوقاية. ما ننسى كريم واقي للشمس عشان احنا نبي نحمي نفسنا من حروق الشمس. وهذه النقطة جدا مهمة مستمعينا، ما نبي نسمع عن اي حوادث تصير. ما ينبغي انك تترك اي شخص داخل سيارة متوقفة مطلقا، خاصة الاطفال وكبار السن، حتى لو كان لدقائق. تبعوا هاي النصايح البسيطة وإن شاء الله ما نعاني من أي إنهاك حراري أو ضربات شمس. لكن إذا لا سمح الله شخص قدامك أصيب بهذا الشيء، فأنت شو تقدر تسوي عشان تسعفه؟ أول شيء تتصل بالإسعاف مباشرة. ثاني شيء تحاول تنقل المصاب للظل أو لمكان بارد. إذا كان لابس كان جاكيت أو كان لابس ثياب غلي كثيرة يعني فوق بعض، فإحنا نقول لك اخلع، حاول أنك تخلع قطع الملابس الإضافية اللي عليه، خليه يستلقي، وحاول أنك أنت تخلي رأس شوي مرتفع لكن قدميه مرتفعة أكثر. حاول انك تستخدم اي شيء عشان تخفض حرارته، مثل استخدامك للمروحة وايضا للكمادات الباردة. واذا كان بامكانه ان يشرب الماء ساعده ان يشرب الماء. هاي كانت النصيحة الصيفية اللي عطيناكم إياها لليوم، حدثناكم عن ضربات الشمس والإنهاك الحراري. إن شاء الله إذا حصلنا فرصة في الحلقات القادمة أيضا بنحدثكم عن مواضيع أخرى. لكن مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا لليوم. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لحسن متابعتكم لنا مستمعينا، كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، أشكر أيضا إذاعة نور دبي، أشكر الأستاذ أحمد سلامة للتنسيق والمتابعة، وما ننسى المخرج، مخرجنا اليوم كان الأستاذ سعيد المر، شكرا على إخراجك المتميز. وكانت معكم الدكتورة هند العوضي في التقديم، ودمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.